الحاله ديال المكرفس اخوات كتشوف الحاله ديال المكرفسين ماشيه من دابا تشترى من قديم وحنا طريق بحال هكا من قديم كون من العام اللي فات والعام اللي فات الحاله الطريق محفره كل شيء محفر الوليدات يبغوا يمشوا للمدرسه الدنيا كاع مغيسه كل شيء اش غنقول لك لا اله الا الله ما كاينش حنا كيقولوا لنا كيقولوا لنا الدره غادي تصوب هذا العام غتصوب هذا العام غتصوب واني ما شلنا حتى حاجه اييه فايت منا طالبنا وجاو لنا ووعدونا بان غادي تصلح وحتى شي حاجه ما كاينه ما قال لنا حتى شي حاجه ما كاينه وراه جايه ما اش غنقول لك الطريق راه تقريبا واحد راه جايه لواحد 8 سنين بعد انا 8 سنين وكنشوف فيها داكشي كيحكم عليه راك الواقع كتشوفوه لا توما ولا حنا ولا غيرنا ولا اللي كاين راه هو اللي كاين شي حاجه معاها وترى كنعيشوا معاها الواقع كيبان لك كيفاش كنعيشوا هاك كلشي كيبان لك بدا من الدخله ديال المدينه وسياطه الفحص حتى ما تمشي لا على رجلك لا على طوموبيل وكروسه ما تمشيش وترى حاشاك حمار ما يمشيش هنايا والله ما يمشي حمار من هنا وكل شت وتا بلا شت ورا مكرفصه هي تجي شت وهذا تكرفص تا مسؤولين كاين ما لهم مدوا بزاف اخويا حنا دابا كنتكرفصوا في وقت الشتاء دابا الطريق مكرفصه بزاف بالنسبه حنا عندنا دابا جلسه ديبو بزاف ما دابا مولين السلعه كيبغي يجيو عندك ما كيبغيش يجيو مع السلعه مع الطريق خصنا وقت الشتاء كتكرفص بزاف اخويا شو دابا الطريق كي داير مكرفصه بزاف وتا الحديد عندنا كله حنا مشى فيها الطوموبيل الله كتخرج من دار باش 4 شهور كتريتل راه شحال من عام راه جاي واحد 17 عام وهي مكرفصه خرجوا عليها هما بيدهم خرجوا عليها اصلا كان دايز كودرون هما اللي خرجوا على الطريق كي دخلوا لهنا ولات مدرسه كوليج بزاف الطريق عندنا صراحه تكرفصت بزاف وما كاينش كيدوزوا مع مسؤولين كيدوزوا مع كبار وما كاينش وكنتمنوا من الله يديروا لنا شي تاول مع الطريق راه مكرفصه اخويا بزاف والله ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس